السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة حريفيات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال كومير بالحليب، دائما مقاومة على الوصفات اللي كيتباعوا أو اللي كناخدوهم من الخبازات، واليوم إن شاء الله نوجدوهم في البيوت ديالنا. هاد المرة غادي نوجدو هاد الكومير، هذا كيجي زوين بزاف، رطب وبنين جدا، مختلف على الكومير العادي أو الباكيت العادي اللي مكيكونش فيه الزبدة وما كيكونش فيه يعني بعض المكونات، فهذا كيجي بنين بزاف ورطب، ماشي بريوش، وكيبقى واحد الكومير اللي بالحليب ممكننا ناخدوه مع الفطور او الكوتي مع اي حاجة بغينا. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال اعجابكم، فرجة ممتعة. اذا على بركة الله في المكونات، غادي نحتاجو 500 غرام او نص كيلو ديال دقيق ابيض، هاي نوع متوفر عندكم ديال الحلويات لا ديال الخبز. غادي نحتاج معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، عندي هنا 30 غرام ديال سكر الخشن، تقريبا واحد جوج معالق كبار ونص. غادي نحتاج نص بيضة، فكنطربو بيضة وكناخدو غير نص ديالها، الا كان عندكم البيض صغير فغادي نستعمل وحدة كاملة، هنا كنستعمل غير نص بيضة تقريبا 30 غرام. غادي نحتاج ايضا ملعقة صغيرة ديال الملح، 50 غرام ديال الزبده اللي هي جوج معالق كبار تقريبا، ما يكونوش عامرين بزاف. وعندي الحليب خليط ما بين الماء والحليب دافي باش غادي نعجنو، تقدروا ديروا غير الحليب بوحدو وتقدروا كذلك ديروا الماء، بالحليب كيجي بنين اكثر. فهنا غادي ندوزوا للطريقه ديال التحضير، غادي نضيف جميع المكونات ما عدا الزبده اللي غادي نخليها من بعد ما غادي يبدا يتعجن ليا العجين، عاد غادي نضيفها. فكيف ما شفتوا ضفت الكميه كلها ديال السوائل، يعني نص حليب ونص ماء. غادي نبدا هنا كنعجن، غادي نعجن ونشوف القوام الى احتاجيت، غادي نضيف واحد الشيء ديال الماء. فهنا غادي نبدا كنخلط العجين ديالي، ومن بعد غادي نحتاج غادي نزيد واحد شويه ديال الماء. بطبيعه الحال دائما غادي نخلي لكم القياس اللي استعملت انا بالضبط في صندوق الوصف مكتوب، غير عينكم ميزانكم. كيف ما قلت غادي النوعيه ديال الدقيق راه كتلعب دور مهم في الامتصاص ديال السوائل. فهنا جاتني العجينه ثقيله شويه وقاسحه شويه، غادي نزيد لها شويه ديال الماء. بالنسبه للعجينه ماشي ضروري نهائيا، راه كنقولها لكم دائما، الوصفه راه كتبقى او يعني النتيجه كتبقى واحده اذا عجننا بيدينا. ف يعني لما كانت عندكم العجينه شنو بيديكم راه ما كاين حتى شي مشكل. وهاد العجينه راه ماشي صعيبه بزاف في العجن، يعني ما كتكونش خفيفه لديك الدرجه باش غادي تعذبكم. فالمهم كنحاولوا اننا ندلكوها تقريبا واحد 3 ديال الدقائق، وعاد كنزيد ديك جوج معالق كبار او 50 غرام ديال الزبده اللي تكون طريه دائما في حراره ديال المطبخ. صافي غادي نخليها تدلك او غادي ندلكها مزيان حتى غادي تدخل فيها الزبده، وهذا هو القوام كيف ما كتشوفوا ديال العجينه. خصها تكون كتلصق شويه، نردوا البعيد يعني ان الزبده راه كتذوب ومن بعد غادي تتماسك. فكيف ما كتلاحظوا يعني عجينة رطبة. هنا في هذه المرحلة غادي نخليها تخمر تقريبا واحد نص ساعة، ومن بعد ما كتخمر ليا نص ساعة كندخلها الثلاجة تكمل نص ساعة أخرى ديال الاختمار في الثلاجة. كيف ما غادي تشوفوا هنا راه خمرات نص ساعة وغادي ندخلها الثلاجة. فهاد المرحلة هادي كتخلي لي العجين يتماسك ويبرد، ويسهل عليا أنني نشكلو كذلك في نفس الوقت يبقى شاد الفورمة ديالو. فكيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما وضعتها نص ساعه في الثلاجه كنخرجها وكندير سطح العمل او كنرش سطح العمل كميه ديال الدقيق، نتفاداو اننا نكثروا يعني الدقيق بزاف، يعني غير الكافي. وهنا غادي ننزلها وغادي نحاول انني نشكلها بهذه الطريقه هذه، وكنقسمها على حسب الحجم اللي بغيت. انا غادي نستعمل كيف ما العاده دائما الميزان 125 غرام باش بديت الوزن في الاول، من بعد صات لي واحد شويه وغادي نوزعو ما بيناتهم، يعني تقريبا واحد 130 غرام في كل قطعه. طبعا الميزان راه ماشي ضروري، تقدروا ديروا غير عينكم ميزانكم. فهنا غير باش نقربوا لل يعني الشكل اللي كيتباع والكمير اللي كيتباع في المخبزات، هما راهم كيعبروا الخبز ديالهم. غادي نبقى مستمره بحال هكا، كنقسم وكنعبر وكنوضع على جنب في مكان اللي يكون مرشوش بالدقيق.
هنا من بعد ما كنقسم العجينه ديالي كنبدا كنلويها بهذا الشكل بشكل عشوائي ولا باي طريقه كتناسبكم، المهم غير كنحاول انني نشكلها بحال هكا باكيطات اللي هما صغار. ومن بعد غادي نغطي عليهم وغادي نخليهم حتى غادي يرتاحوا مده ديال 15 دقيقه، وعاد غادي نكمل باش غادي نشكل الكومير ديالي او الباكيت ديالي كيف ما غادي تلاحظوا معايا في الفيديو. فغير بحال يعني كنشكل العجينه ديالي بالسهل عليا من بعد، وغادي نغطيها بلاستيك ونرجعو نكملو. بعد ما دازت 15 دقيقة كترخى معايا العجينة وكترجع بحال هاد الشكل، كنبدا كنقرصها دائما واحد شوية ديال الدقيق وما تكتروش، وكنبدا بحال هكا كنشكل الباكيت ديالي وانا كنضغط بالاصبع، نحاول انني نثبت مزيان العجين. وهنا كنقرص يعني باش نسد مزيان داك الباكيت، الا ما سديتوش غادي تحل لكم من بعد في الفران وفي الاختمار بعدا قبل ما كتدخلوه للفران، فتاكدوا انكم تسدوا مزيان. كنشكل الباكيت ديالي بهذا الشكل وكنوضعهم في اللاطا، اما الا استعملتوا اللاطا ديال الباكيت كيف ما غادي نستعمل هنا كندهنها مزيان بالزيت، واما كديروا لها الورقه ديال الطهي الا خفتوا تلصق لكم او يلصقوا لكم هذا الباكيت، ولا ما توفرتش عندكم اللاطا غادي ديروا اللاطا عاديه فرشوها بالورق ولا دهنوها ايضا بالزيت مزيان. اللاطا غير باش كتشكل ليا وكتحافظ ليا على الشكل ديالهم، واخا كيخمروا واخا كيدخلوا الفران يعني كيبقاو شادين الفورمه ديالهم، ماشي يعني ما عندهاش شي دور انها يعني في القوام ديال العجين ولا شي حاجه، فقط انها تشد لنا الفورمه. فغادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نسالي ونرجعوا نكملوا. هنا كنبدا كندهن في الكميرات ديالي من قبل ما كيخمروا، فغادي ندهنوهم هنا في هذه المرحله وما غاديش ندهنوهم من بعد ما كيخمروا. هنا استعملت بيضه كامله ما ضفت عليها حتى شي حاجه، كنطربها مزيان وكنصفيها، وكناخذ الشيتا ديالي وكنحاول انني ندهنهم غير شويه، ما تبقاوش تهزوا بزاف ديال البيض غادي ينزل لكم على هاد اللاطه وغادي يلصقوا لكم الباكيت في اللاطه ديال الفران او في اللاطه ديال الباكيت. يعني غير كنقيسوا بها البيض من الفوق وكندهنوا بحال هكا ونحاولوا اننا ندوزوا على الباكيت كاملين. غادي نشرطهم كذلك من قبل ما غادي يخمروا بشفره حاده ولا موس ماضي اللي موجود عندكم، ومن بعد كنخليهم حتى غادي يخمروا مزيان وتضاف الحجم ديالهم كيف ما غادي تشوفوا معايا هنايا. ملاحظه غير ما تغطوش عليهم بلاستيك اللي كتوضعوه مباشره فوق منهم غادي يلصق لكم غادي يضيع لكم الباكيت ديالكم، فكنخليهم بحال هكا ما كنغطيوهمش، كندخلوهم غير الفران يكون طافي بطبيعه الحال، وكنسدو عليهم ونخليوهم حتى كيخمروا بهذا الشكل اللي كتشوفوا. وصافي غادي ندخلهم للفران كيف ما قلت يكون مسخن من قبل مزيان 150 درجه على من غادي نطيبهم انا فران ديال الكهرباء، والفران ديال الغاز غادي ديروا واحد النار اللي غادي تكون متوسطه من اسفل فقط، ما عمركم تشعلوا لهم الفوق في المعجنات حتى كيتحمروا مزيان من الجناب ومن التحت، عادي يمكن لكم تشالوا من الفوق وتهبطوهم على واحد النار اللي تكون بحال الشمعه تماما، يعني اقل نار موجوده عندكم تيقرب الفران يتنطفى باش كياخذ واحد اللون ذهب وموحد. الفران ديال الكهرباء غادي نشعلو الفوق والتحت في نفس الوقت، غادي ندخل اللاطا ديالي لاسفل كاع، يعني ماشي مباشره يعني لتحت في الفران ولكن اسفل درجه في الفران، وصافي كنخليهم حتى كيبداو كيتحمروا كنحيدهم من اللاطا ديال الفران ديال عفوا ديال الباكيت الا استعملتها، وكنخليهم باش هكا كيتحمروا من جميع الجوانب بشكل جيد. الفران اللي كتسولوني عليه دائما انا عندي الفران ديال الضو ديال ويربول فيه المروحه، والفران ديال الغاز عندي فران ديال المعلم عادي حتى هو كيخرج المعجنات زوينين بزاف. المهم خصكم تعلموا الطريقه ديال الطياب فيه فقط لا غير، غادي يخرجوا لكم زوينين بزاف. ملي طاب لكم وضعوه في منديل وكذلك وضعوه في واحد بلاستيك غذائي وخليوه حتى غادي يبرد، بهكا كيبقى محافظ على الطراوة والرطوبة ديالو، كيجي ولا أروع لذيذ لذيذ بزاف ورطب وبنين، أكيد غادي يعجب الوليدات ديالكم. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت إعجابكم ونتمنى أنكم تجربوها، إذا عجبتكم ما تنساوش كما العادة ديروا جيم اشتركوا بالقناة وأيضا فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات، ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم ولكم أيضا اقتراحاتكم اللي كتعجبني دائما. شكرا بزاف للمتابعة ونتلاقاو فيديو جديد إن شاء الله.